للمزيد من المتابعة والتحليل مشاهدينا الكرام، تنضم إلينا مباشرة الدكتورة تمارا الحداد الباحثة والمحللة السياسية الفلسطينية. دكتورة تمارا، أهلا بك. تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة ولكل المتابعين الكرام. لو أردنا أن نجمل المشهد إجمالا منذ بدء القوات الإسرائيلية في التوغل في الضفة الغربية، ما الذي يمكن أن نوصفه على ضوء ما قامت به إسرائيل حتى الآن في الضفة الغربية؟ ما هي أهدافها من هذا التوغل؟ وأيضا كيف تعاطى الفلسطينيون مع هذا العدوان؟ منذ عام 2019 حتى هذه اللحظة كانت هناك نظرية جديدة تم وضعها، هي قديمة جديدة على أرض الضفة الغربية، وهي حسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشراكة حزب الليكود والصهيونية الدينية. هذه النظرية يريدون تحقيق بعدين، البعد الأول البعد التكتيكي وهو اقتلاع جذور المقاومة الفلسطينية من أرض الضفة الغربية، بمعنى استخدام أي نوع تحرك يتم استخدامه كذريعة كما حدث بالعمليات العسكرية أو العمليات الاستشهادية أو العمليات التي حدثت في منطقة الأبيب أو التي تحدث اليوم في منطقة الخليل كما حدثت اليوم في منطقة ترقومية منطقة الخليل، بالإضافة إلى عملية يوم أمس في غوش عطشيون، بالإضافة إلى مستوطنة كرمي. هو يستخدم أن تواجد المقاومة المسلحة، تواجد الشباب، تواجد عثلة من الشباب، قد يكون هؤلاء الشباب صادقون ولكن قد يكون الذي يحركهم هو غير صادق من أجل تحريك الضفة الغربية، ويتم استخدام ذريعة بحجة أن هناك مسلحين يتم استخدامهم من قبل إسرائيل لتدمير الضفة الغربية. إسرائيل لديها خطة استراتيجية، الخطة الاستراتيجية تنفيذ خطة الحسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وليس إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وليس حله وليس إنها تريد أن تحسم، بمعنى أن تحقق البعد الاستراتيجي تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية حاليا. الآن محاصرة منطقة جديد اليوم الخامس على التوالي، هناك تدمير. نعم، قبل أن ننتقل إلى حصار منطقة جنين، دعينا نتحدث عن ما قلته حضرتك من أن هناك خطة استراتيجية لدى إسرائيل. إذا كان دائما الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأيضا كل القادة الفلسطينيين في الضفة الغربية ينادون بالسلام، ينادون بالمقاومة السلمية وعدم استخدام الصراع المسلح حتى من قبل المراقبين. وقبل نحو 11 شهرا دان العديد من المراقبين ومن بينهم فلسطينيون ما قامت به فصائل المقاومة في قطاع غزة من عملية طوفان الأقصى، وأن وحملتهم المسؤولية عن ما حصل من دمار في قطاع غزة. الآن وعلى مدار سنوات لم تكن هناك مقاومة أو عمليات مسلحة كبيرة بالشكل الكبير في الضفة الغربية. إذن ما الذي يدفع إسرائيل الآن إلى التوغل والدخول في الضفة الغربية طالما لم يحدث أو لم تنطلق منها أي عمليات كما حدث في طوفان الأقصى في أكتوبر الماضي؟ صحيح، سؤال مهم جدا. أولا الضفة الغربية خلال السنوات السابقة هي لم تكن فيها خلايا مسلحة، الآن بدأت تتشكل الخلايا المسلحة في منطقة جنين، في منطقة مخيم عقبة جبر، يعني بمعنى المخيمات بدأت تتواجد فيها الخلايا المسلحة. في عام 2017 علينا أن نحلل بطريقة المعلومات. في عام 2017 كان هناك مؤتمرا للقدس في إيران، تم عملية الإشارة في هذا المؤتمر أن علينا تسليح الضفة الغربية حتى لو كان هؤلاء عبارة عن فتح أو مستقلين أو يتبعون الجبهة الشعبية أو حركة حماس أو الجهاد. بدأت عملية التسليح منذ هذا الوقت حتى هذه الفترة الحالية. بدأت تتشكل على أرض الواقع، بدأت هذه الخلايا تتشكل بشكل نظامي أكثر تنظيما أكثر تهديفا، وهناك أصبحت تتشكل مثل عريض الأسود في التي تشكل في عام 2022، كتيبة سرايا القدس في جنين، كتيبة أيضا متواجدة في منطقة مخيم عقبة جبل في بعض مناطق الخليل، هذه بدأت تتشكل منذ عام 2017. الآن إسرائيل كانت هي تنتظر عملية تواجدهم بشكل أكثر تنظيم، الآن وجدت هذه خطة الحسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعندما انتظرت نمو هذه الخلايا بدأت الآن تتحرك من أجل إنهائها. والهدف الأساس كما أسلفت لك سابقا هي تريد أن تنهي الوجود الفلسطيني، هي تريد أن تستخدم ذرائع
أن هناك مسلحين من أجل السيطرة على أرض الضفة الغربية. هي ولكن هي دكتورة تمارا، قبل أن يكون هناك بدء لتشكيل تنظيمات مسلحة منذ 2017، كانت إسرائيل لم تكف عن إلحاق الأذى بالضفة الغربية عبر ابتلاع أراضيها وإقامة مستوطنات وتوسيعها، وكانت هناك إدانات من دول غربية حتى ومن السلطة الفلسطينية نفسها. إذن سواء وجدت تنظيمات مسلحة فلسطينية أو لم توجد، إسرائيل لم تكن بحاجة لذرائع لتصفية القضية الفلسطينية والتهام الضفة الغربية. صحيح، هذا أيضا سؤال مهم جدا. نعم، الهدف الإسرائيلي لا تريد الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بغض النظر إن كان هناك مقاومة شعبية أو مقاومة مسلحة. هدفها ترسيخ ضم الضفة الغربية بشكل تدريجي من خلال اتباع سياسة هدم المنازل التي تحدث كل يوم في الضفة الغربية، من خلال التضييق الأمني والتضييق الاقتصادي. حتى على مستوى السلطة التي تتبع المقاومة الشعبية أيضا هي تقوم بإضعافها، بمعنى أن عملية الانتهاكات لا تحدث فقط على مستوى أن هناك مقاومة مسلحة كما يحدث في قطاع غزة، وإنما أيضا على السلطة الوطنية الفلسطينية. هي تريد إنهاء الكينونة السياسية حتى لا تتحول إلى دولة. مشكلة الإسرائيل اليوم والمؤرق الأساسي أن بدأت اليوم هناك اعترافات في عدد من الدول الأوروبية، حتى لو كان هناك انقسام في الاتحاد الأوروبي بين مؤيد ومعارض القضية الفلسطينية، ولكن بدأت تتبلور أن هناك شعب بحاجة إلى حق تقرير مصيره، إلى شعب بحاجة إلى دولة فلسطينية، شعب بحاجة أن هناك حرية واستقلال. هذه الأفكار حرية والاستقلال لا تلقى قبول الواقع الإسرائيلي. أيضا نتنياهو كأيديولوجية يمينية متطرفة هو غير معني لترسيخ الدولة للفلسطيني، لذلك يحاول قدر الإمكان تقليص الديموغرافيا الفلسطينية من خلال تهجيره بشكل طوعي، من خلال عدم إتاحة فرصة عمل للعمال، من خلال طردهم كما حدث في خلال هذه الفترة. 140 ألف عامل فلسطيني لا يعمل في الداخل الإسرائيلي، فبالتالي بشكل مجبر أو بشكل طوعي فإن هذا المواطن سوف يبحث عن فرصة عمل في الخارج، خارج الضفة الغربية، وهذا يعتبر أسلوب التهجير الطوعي. الهدف هو تقليص عدد السكان، إيجاد مستوطنين بدل وجود الفلسطيني، مصادرة الأراضي وبناء الاستيطان. هذه حكومة لا تؤمن بالسلام، والدليل أنه كان هناك اتفاق أوسلو ما بين السلطة وبين أيضا الإسرائيليون، تم انتهاك هذه الاتفاقية بعد عام 1999 بعد مجيء نتنياهو على سدة الحكم ومجيء اليمين سدة الحكم. إذن هم الذين لا يريدون السلام ولا يريدون إعطاء حقوق للشعب الفلسطيني. لو أرادوا السلام لتحقق واقع السلطة لتحولت إلى دولة فلسطين، لما حدثت هذا الصراع ولما حدثت الردات الفعل الطبيعية كرد فعل طبيعي أن الفلسطينيين أن يقاوموا هذا الاحتلال. طيب، فأعتقد أن توسع الصراع سوف يتوسع في الضفة الغربية نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية. نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية وتوسع الصراع في الضفة الغربية، كثير من المراقبين كانوا يتحدثون عن خطورة إشعال الضفة الغربية، وأي صراع مسلح في الضفة الغربية ستكون له مآلات مختلفة عن المآلات التي حدثت في قطاع غزة. المآلات ستكون على الاحتلال الإسرائيلي وأيضا على القضية برمتها، وسيكون لها تداعيات إقليمية أقربها على الأردن على سبيل المثال. ما هو شكل المواجهة أو ما الذي سيحدث إذا ما تفاقم الوضع في الضفة الغربية بشكل أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة؟ إذا توسعت الحالة الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي، تحديدا الاقتحامات والاغتيالات والمحاصرة التي يتم استخدامها اليوم كما حدثت حتى هذه اللحظة في جين الخامس، اليوم الخامس على التوالي هناك محاصرة لمستشفيات، هذه المستشفى اللي بحاجة إلى علاج عدد كبير من المرضى داخل هذه المستشفى تحديدا مرضى الكلى، فبالتالي هذه الانتهاكات تنعكس سلبيا على الأمن القومي الإسرائيلي، تنعكس على ازدياد حالة الأعمال التي يقوم بها الفلسطيني، وهذا شيء طبيعي أن يقوم برد فعل طبيعي عندما يتم اغتيال أو اعتقال أحد أفراد أسرته، فإنه سوف يولد رد فعل بعملية الانتقام أو الرد على هذه العمليات التي تقوم بها إسرائيل. فأعتقد أن الضفة الغربية هي على
مقربة من الغليان، قد تتحول إلى انتفاضة شعبية بأي لحظة ما. أعتقد أن صحيح أن الانتفاضة قد لا تتبلور كانتفاضة كما حدثت في عام 1988 وأيضا بعام 2000، لكن قد تكون هناك عمليات فردية استشهادية، عمليات مزدوجة، عمليات فردية، عملية إطلاق النار، استخدام الأكواع، استخدام السيارات المتفجرة في داخل المستوطنات في الضفة الغربية. هذه العمليات على أي ركائز أو ستستند على أي فصائل فلسطينية؟ وهل قد نشهد دخولا بشكل أكبر للجناح العسكري لحركة فتح شهداء الأقصى على سبيل المثال، بالإضافة إلى الأجنحة أو الألوية العسكرية الأخرى التابعة لفصائل فلسطينية أخرى في الضفة الغربية؟ أولا، حتى هذه اللحظة المحرك الأساسي هي سرايا القدس التي تتبع حركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى القسام الذي يتبع حركة حماس، ولكن هناك جزء لا يتجزأ أيضا كتائب شهداء الأقصى. هؤلاء عبارة عن شباب ينتمون لحركة فتح، عارين الأسود أغلبهم من حركة فتح، حتى لو لا ينتموا إلى فصيل، ولكن عارين الأسود في منطقة نابلس أغلبهم هم من حركة فتح، فبالتالي سوف يكون هناك توسع في انخراط الجميع، لن يكون هناك في يعني هل يمكننا القول بأن حركة فتح ستكون مرغمة سواء قبلت القيادة السياسية لها أو لم تقبل الدخول في مثل هذه المعارك، ومن ثم ستجد حركة فتح نفسها مضطرة للدخول في هذا الصراع؟ أولا، حركة فتح إذا تحركت في الضفة الغربية فتحركها ليس كما تحرك حركة حماس أو الجهاد الإسلامي. حركة فتح هي حركة شعبوية ينتمي إليها اليساري والعلماني والمتدين واليمين واليسار، فبالتالي إذا تحركت حركة فتح فإن هذا التحرك يحرك كل الحاضنة الشعبية في الضفة الغربية، وهذا سوف يؤثر سلبيا على الواقع الإسرائيلي، هذا سوف يغير الرأي العالم الخارجي أن هناك تحركات مطالبات من الضفة الغربية، يجب إيجاد حل سياسي وأفق سياسي. أعتقد أن حتى هذه اللحظة يتم إمهال الأمر حتى يتم إعطاء التحركات الإقليمية والتحركات الدولية لتخفيف هذا الوضع، ولكن أعتقد أن التحرك الغليان قد ينفجر في أي لحظة ما. حركة فتح قد تنفجر، يعني إذا وصلت الحدود إلى يفوق الخطوط الحمراء بتعدي إسرائيل عما تقوم به الآن، أعتقد سوف تتحرك. إذا تحرك شكرا لك. نعم، شكرا لك دكتورة تمارا حداد، الباحثة والمحللة السياسية الفلسطينية، كنت معنا مباشرة وينضم